لما بنقول لحضراتكم ان حرب اكتوبر المجيدة غيرت مفاهيم عسكرية كتير في العالم كله، فده مش مجرد كلام، ده واقع. لغة الحروب لا تعترف الا بالاسلحة المتطورة والحديثة، لكن احنا غيرنا هذه المفاهيم. ليه؟ لان حرب اكتوبر كانت حرب عقيدة. الجندي اللي بيقاتل عن عقيدة بيساوي 10 جنود اخرين من الناس اللي هي بتحارب لمجرد ان هي بتحارب بس او لنصرة بلدها. فاحنا كان عندنا عقيدة، وكانت عقيدة قوية كمان بالنسبة للقادة والجنود وكل المقاتلين في حرب أكتوبر المجيدة. قبل الحرب بحوالي 3 شهور تم طباعة كتاب اسمه عقيدتنا الدينية. هذا الكتاب تم توزيعه على القادة والجنود والمقاتلين قبل الحرب بيومين 3 تقريبا، كان كله جمل تحفيزية للأخذ بالصقر واسترداد الكرامة من جديد، وتمت الاستعانة به طبعا بأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام وآيات من كتاب الله وبعض الجمل التحفيزية، زي مثلا إن أباءكم العرب صالوا وجالوا، كانوا قبل كل حرب كانوا بيكونوا خايفين لكن بيستعينوا بالصلف. فكل هذه الأمور هي اللي ساعدت على تحقيق النصر في حرب أكتوبر. وإحنا بنحتفل بحرب أكتوبر المجيدة لازم طبعا نوجه التحية لصاحب قرار الحرب والعبورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، صاحب خطة الخداع الاستراتيجي والعبقرية العسكرية اللي قادت لنصر عظيم واستعادة سيناء الحبيب. ولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 25 من ديسمبر عام 1918 بمحافظة المنوفية. نشأ وتربى على الصلابة والتدين، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1938 ضابطاً بسلاح الإشارة. انضم إلى الضباط الأحرار الذين ثاروا لتخليص مصر من الاستعمار والاستبداد، وبعد ثورة 23 من يونيو عام 1952 بدأ السادات رحلته مع المناصب السياسية، إلى أن اختاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نائباً له ليصبح بعد وفاته رئيساً لجمهورية مصر العربية. ويبدأ السادات مشواره الصعب في تاريخ مصر، ويكمل مسيرة إعداد الجيش لحرب مصيرية. كان السادات مؤمناً بخطة الخداع الاستراتيجي لإيهام العدو بأن مصر لن تحارب، حتى أقنع العدو بأنه لن يتخذ قرار الحرب. وفي 6 من أكتوبر عام 1973، وفي خطوة جريئة، اتخذ السادات قرار الحرب ضد إسرائيل. واستطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتدمير خط برلي في المنيع، لتنتهي بعد ذلك أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي ظن بأنه لن يقهر أبدا. وبعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر، كان للسادات قرارات مصيرية بالغة الأثر، فكانت مبادرته للسلام. وفي يوم تاريخي من شهر مارس عام 1979 كانت معاهدة السلام التي استردت بها مصر أرضها كاملة. هذه المعاهدة جعلت السادات واحداً من أبرز الشخصيات العالمية، فحصل على جائزة نوبل للسلام. أتوجه إلى العالم كله، لابد أن يشمل عالمنا المتصارع المتناحر بأننا في النهاية ننتمي إلى أسرة واحدة، هو الإنسان، ونحن نعبد رباً واحداً هو الله. وفي 6 من أكتوبر عام 1981 أصابته رصاصات الغدر، فاستشهد إثر ذلك، وخلد اسمه بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية. تاريخ بتعيش عليه.